عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلاب، معكم معلم العلوم بشركة آفاق التعليمية. إن شاء الله بإذن الله اليوم هنشرح الدرس الأول في الفصل الثامن فيزياء 2 الصوت. هنبدأ نشرح الفصل الأول خصائص الصوت، خصائص الصوت والكشف عنه، خصائص الصوت والكشف عنه. أول حاجة الأهداف بتاعتي اللي يهمني إن أنا أعرفها النهاردة أهي خصائص المشتركة بين موجات الصوت زي طول الموج والتردد وسرعة الصوت في الهواء ودرجات الحرارة واختلافه في المادة الصلبة وغيرها. خصائص الفيزيائية للموجات بإدراكنا للصوت، إزاي بنميز الخصائص الفيزيائية زي علو الصوت أو حدته. بعض التطبيقات على تأثير دوبلر، وهنعرف هو تأثير دوبلر بالنسبة للترددات. نبدأ مع بعض بخصائص الصوت. لازم أعرف يعني إيه الصوت أو يعني إيه موجة الصوت. ركزوا معايا يا شباب كده، أنا عندي هنا مع اهتزاز الجرس ده إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل يا شباب؟ مع اهتزاز الجرس هنا بيحصل نبضات من الموجات التضغطية والتخلخلية اللي بتؤدي الى انتقال تغيرات الضغط خلال المادة. يبقى الموجة الصوت او الموجة الصوتية بتاعتي هو انتقال تغيرات الضغط خلال المادة عن طريق اهتزاز الاجسام. طب لما اجي اعرف يعني ايه خصائص الموجات الصوتية بتاعتي؟ الصوت هو عبارة عن موجة طولية. يعني ايه موجة طولية؟ تتكون من تضغطات وتخلخلات زي ما احنا شايفين عندنا في الفيديو هنا، تضغطات وتخلخلات. علشان اتكلم عن خصائص الموجات لازم اتكلم عن 3 اشياء: التردد والطول الموج والسرعة. التردد هو عدد اهتزازات، بيميز عدد اهتزازات قيمة الضغط في الثانية الواحدة. طيب والطول الموجي المسافة بين مركزي تضغطين متتاليين او تخلخلين متتاليين. طب سرعة الصوت، سرعة الصوت هنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على درجة الحرارة. درجة ايه الحرارة؟ هو مقدار ثابت، درجة الحرارة في الهواء مقدار ثابت 343 متر على الثانية. تتناسب الترددية مع درجة الحرارة، يعني كلما زادت درجة الحرارة بتزداد، برافو عليك، بتزداد الايه؟ السرعة. طب بمقدار قد ايه يا استاذ؟ بمقدار، ركز معايا، تزداد السرعة بمقدار 6 من 10 لكل درجة سيليزية، لكل درجة ايه؟ سيليزية. طيب سرعة الصوت، سرعة الصوت بيحتاج ان الجزيئات تبقى جنب بعضها، قريبة جدا جدا من بعضها. طب ازاي يا ابو رجب قريبة من بعضها؟ يعني جزيئات المادة الصلبة قريبة جدا جدا من بعضها، فالصوت ينتقل فيها اسرع. السائل بعيدة شوية، فالصوت ينتقل فيها ببطء. الغازات ابعد فينتقل فيها ببطء اكبر. إذا سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من السائلة أكبر من الغازية، صح ولا لأ؟ ولا ينتقل الصوت في الفراغ. ليه؟ لأنه يحتاج لوسط مادي، يحتاج لشيء مادي ينتقل خلاله سواء صلب أو سائل أو غاز. طب والفراغ ليس به مادة صلبة أو سائلة أو غازية. لذلك إن في رواد الفضاء فوق يتكلموا في اللاسلك، إنما ما يتكلمش الصوت للصوت. ما يعني لو شخص واقف قدامك وتكلم زي أكنه على كوكب الأرض ما تسمعوش، صح ولا لأ؟ طيب ايه القانون اللي يربط لي الطول الموجي بالتردد بالسرعه؟ اهو القانون بيقول لي ان الطول الموجي بتاعي بيساوي السرعه تقسيم التردد. تقسيم ايه؟ التردد. ممتاز. طيب انعكاس موجات الصوت، ازاي انا بسمع موجات الصوت او القانون ده انا بستفيد بيه في ايه؟ في انعكاس موجات الصوت طبعا، ان انا لو شخص واقف امام اي على مدى واسع او على طريق واسع او شيء، موجة الصوت بتنعكس عند وصولها للمصدر. طب ده بستفيد منه ايه؟ دي الطريقة الموجات الصوت او التردد الصوت او انعكاس موجات الصوت، زي مثلا ايه بيستخدموه في السونار. عارفين السونار؟ السونار مثلا في بعض السفن الحربية اهو، اللي هو عشان يكتشف الغواصات اللي تحته وما الى ذلك. والخفافيش لما الخفاش بيطلق الموجة الصوتية ويستقبلها، صح ولا لا؟ ممتاز. طيب ازاي انا اعمل عملية كشف عن الموجات الصوتية؟ الكشف عن الموجات الصوتية بمنتهى البساطة، الكشف ده هو بيحول الموجة الصوتية لشكل اخر. يعني مثلا الميكروفون بيحول الموجة الصوتية الى ايه؟ الى موجات كهربائية. الموجة الصوتية الى موجات ايه؟ كهربائية. طب الاذن البشرية بتعمل ايه؟ الاذن البشرية بتاخد الموجات الصوتية، شايف اللي داخلة كده، وتحولها الى نبضات كهربائية. الى نبضات ايه؟ كهربائية.
طب النبضات الكهربائية دي بتخش على جهاز العصب، او بص ركز، بتخش على جهاز العصب وتبدأ من هنا تحول ايه للجهاز العصبي، يبقى فيه تحول ضغوطات وتخلخلات ونبضات كهربائية فتترجم العملية. ماشي كده يا شباب؟ طيب ازاي اعمل عملية ادراك للصوت؟ ازاي اعمل عملية ادراك للصوت؟ بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة عملية إدراك الصوت، عشان كله يبقى مركز معايا يا شباب، عملية إدراك الصوت بتاعتي بتعتمد على إزاي. ليه أول حاجة عشان تدرك الصوت إحنا عايزين نفهم يعني إيه حدة صوت ويعني إيه علو صوت، ما هو ده هنا ده إدراك أو تمييز الصوت. يبقى أنا عندي 3 حاجات، إيه هو؟ أول حاجة المصدر المهتز، المصدر المهتز، وبعد كده عندي إيه يا أبو رجل؟ أهو ركز معايا، اول حاجه عندي المصدر المهتز، وبعد كده ايه الموجه الصوتيه اللي خرجت بتتكون من تضغطات وتخلخلات، وبعد كده المصدر المستقبل اللي هو الاذن، صح ولا لا؟ طب انا ايه اللي بيحصل؟ الاصوات بتختلف فين؟ يا اما في مدى حساسيه الاذن، يا اما في خصائص الموجه نفسها. طب خصائص الموجه ده اللي يهمني هنا بقى، خصائص الموجه هي ايه؟ بتعتمد على ايه؟ التردد او الساعه، التردد او ايه؟ الساعه. التردد تعتمد على حدة الصوت، أو حدة الصوت تعتمد على التردد، وعلو الصوت يعتمد على الساعة، وعلو الصوت يعتمد إيه؟ على الساعة. ركز معايا في النقطة دي كويس أوي 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 أوي. ها، يبقى أنا عندي كده أهو عشان إدراك أو تميز عندي حاجتين مهمين جدا جدا جدا، حدة الصوت وعلو الصوت، حدة الصوت وعلو إيه؟ حد وعلو الصوت. حدة الصوت تعتمد على التردد، تعتمد على إيه؟ على التردد. طب علو الصوت يعتمد على الساعة، يعتمد على إيه؟ على الساعة. وهنا عرفنا ليه الأصوات بتختلف عن بعضها، ليه الأصوات بتختلف عن بعضها. طب ده بيفرق معايا؟ آه بيفرق معايا طبعًا. طب الإنسان لحد قد إيه؟ لو ركزنا هنا على حدة الصوت، ركز على الرسمة اللي فوق دي، الرسمة اللي فوق دي هتديني حدة الصوت بتاعتي، حدة الصوت التردد عندي بيزيد أهو، شايف كده التردد زايد، حدة الصوت عندي بتبقى إيه؟ بتبقى عالية، إنما تحت تردد قليل. وده بيجي للإنسان، الإنسان لما بيجي عندي بيبقى من 20 لـ20 ألف، المدى اللي بيسمعه من 20 لـ20 ألف. طب الإنسان لما بيحصل عنده تلف في بعض الخلايا العصبية اللي في الأذن دي، وبالتالي الكفاءة بتقل، فيسمع من لحد كام؟ 8000 بس، 8000. لذلك يقول لك الإنسان بعد الـ70 بيبقى سمعه تقيل، سمعه إيه؟ سمعه تقيل. طب عندي بعد كده مستوى الصوت، مستوى إيه؟ مستوى الصوت. إيه هو مستوى الصوت ده يا أبو رجب؟ ده مقياس لوغاريتمي، مقياس ايه؟ اللوغاريتم. نركز مع بعض في نقطة صغيرة هنا، هو مقياس لوغاريتمي اهو. احنا خلصنا اهو حدة الصوت والموجة الصوتية ووصف الموجة الصوتية، انتقال تغيرات الضغط خلال موجة معينة، كل الحاجات سهلة جدا وبسيطة بإذن الله. ماشي، اللي خدنا الأذن البشرية بتاعتي بتحول الطاقة اهو، إدراك الصوت، حدة الصوت دي اهي، حدة الصوت تعتمد على تردده، دي مهمة جدا جدا. طب علو الصوت يعتمد على ايه؟ على الساعة، على ساعة الموجة. ماشي، عندي بعد كده مستوى الصوت ده مهم جدا جدا، عبارة عن ايه؟ تغيرات في الساعات تقاس على مقياس لوغاريتمي، دي بنسميها مستوى الصوت، وحدة قياسه دي مهمة جدا، الديسيبل، الديسيبل. طيب، طب لما نيجي يا اخوانا نتكلم عن الديسيبل، شوف شوف حتى التركيزات عندك بتاعتك بيقول لك ايه؟ ان 2 في 10 اس سالب 5 من الاصوات المسموعة بيساوي 0 ديسيبل. صفر ايه؟ صفر ديسيبل. هنيجي بعد كده على جزء مهم جدا جدا اسمه تاثير دوبلر. ايه هو تاثير دوبلر؟ تاثير دوبلر بمنتهى البساطه هو انزياح او تغير في التردد، انزياح او تغير في ايه؟ في التردد. طب ازاي اجيب التغير في التردد ده؟ بمنتهى البساطة قانون مهم جدا 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 اهو، تأثير دوبلر، التردد اللي انت عايز يدركه المراقب، التردد الذي يدركه المراقب هو اف دي، اللي هو ده اف دي، يساوي ايه؟ يساوي السرعة المتجهة للمراقب بالنسبة للسرعة، السرعة المتجهة للمراقب اللي هي في دي بالنسبة لسرعة الموجة اللي هي في، تقسيم او مقسوما على السرعة المتجهة للمصدر اللي هي الفي اس بالنسبة لايه؟ ايه؟ لسرعة الموجة، لسرعة ايه؟ الموجة.
وكل ده نضربه في تردد الموجة، في تردد ايه؟ في تردد الموجة اللي هو الاف اس. الى هنا ينتهي الدرس، وجزاكم الله كل خير وبالتوفيق والسداد ان شاء الله.